ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هعمل لكم طريقة بسيطة جدا للحلويات، اخف من الكنافة والقطايف. هتجيبي معايا 4 بيضات، وكمان هتحطي كوباية وربع سكر، وكوباية وربع لبن، وكوباية وربع زيت، وكوبايتين دقيق، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة نشا، ومعايا فانيليا، وكوبايتين دي زي ما احنا قلنا. اول ما السكر يدوب مع البيض هنبدأ ان احنا نحط المكونات الجافة مع بعض، هنخلطهم كلهم. الدقيق يا جماعة لازم تنخلوه كويس جدا، بعد ما السكر والبيض اختلطوا مع بعض هضيف اللبن، وبرضه هضرب ضربتين كده. دي طريقة حلوة جدا جدا وخفيفة، وحلويات جميلة جدا ومش مكلفة. دي كلها ب4 بيضات. بإذن الله هتجربيها، مش هتبطلي تعمليها بإذن الله تعالى. بعد ما خلطت المكونات السائلة مع بعض هضيف أخيرا الزيت، وهبدأ ان انا اضرب كمان. طبعا الفانيليا هنا المفروض كانت تضاف بعد البيض على طول مباشرة، بس انا نسيتها. هديها ضربة كده، واخيرا الزيت يا جماعة، وهبدأ ان انا اضرب برضو. بعد كده احنا خلطنا البيكنج باودر، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة نشا، على كوبايتين دقيق. طبعا هننخلهم بالمنخل، وهننزلها بالمعلقة واحدة واحدة كده، ونضرب لغاية ما يدوب تماما. طريقة سهلة جدا جدا وبسيطة، وبإذن الله تنول اعجابكم. طبعا يا جماعة ممكن تشكلوها بفواكه، يعني مثلا الطريقة دي والوصفة دي ممكن تستخدمي فيها فواكه مشكلة، او فراولة، او موز، اي حاجة عندك تستخدميها فيها. هنشوفها هنستخدمها ازاي. الخليط ده يا جماعة مش هتحطي فيه المعلقة نهائي ولا اي حاجة، وهيطلع معاكي باذن الله تعالى زي الفل، وطريقة سهلة جدا وسريعة وبسيطة. اتمنى تجربوها، ولو مش مشتركين في القناة انزلوا تحت اشتركوا وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. هو الدقيق بيمتزج مع بعضه كله. طبعا انا هعمل النهارده صينيتين، صينيه مدوره وصينيه مستطيله او مربعه، ايا كان اي حاجه عندك استخدميها. لو انت عاوزه كمان الكيكه تبقى عاليه، حطي كيس بيكنج باودر كامل، والصينيه اقسميها على نص، على صينيتين عادي بردك، مفيش اي مشكله. لكن انا هنا هعمل صينيتين، صينيه مربعه وصينيه مدوره، صينيه بالكاستر وصينيه بالجيلي والفراوله، او الجيلي والموز، اي حاجة عندي يعني انا هحطها. هبدأ ان انا اشيل الحاجات دي عشان حرام طبعا ان هي تترمي، فابدأ ان انا اشيلها كويس خالص واحطها في الصينية علشان تدخل الفرن على درجة حرارة 170، ولازم نكون مولعين الفرن مسبقا يا جماعة. وطبعا احنا مش هنستخدم الشواية نهائي، ما تولعوهاش. بعد كده هعمل كده بالمقصوصة علشان العجين يدخل في بعضه، وبعد كده بدل حوار ان انت تمسكي الصينية وتتكيها، دي طريقة افضل منها. بعد كده هتدخليها على درجة حرارة 170، ولازم تكوني مولعة الفرن قبلها ب10 دقايق. طبعا انا هنا هعمل الكاستر اللي هي الطبقة التانية للكيكة. طبعا حطيت مية، وحطيت نص الكيس ده كان لبن، ما كانش عندي لبن كفاية، وهحط كوبايه سكر، وهبدا ان انا اقلب فيها كويس جدا علشان يدوب. بعد ما هيدوب يا جماعه هجيب كوبايه صغيره فيها نص كوبايه ميه او كوبايه لبن، اي حاجه موجوده عندي، ومعلقتين كاستر كبيره، وهقلبهم تقليب مع بعض لغايه ما يدوبوا، وبعد كده هنزل على اللبن بتاعي.
ادي السكر، هبدأ ان احنا نقلب بالمضرب كويس خالص. بعد كده هجيب كوباية صغيرة او طبق صغير، احط فيه نصه لبن او مية، واحط فيه معلقتين كاستر. الكاستر ده يا جماعة في اي مكان بيبقى فيه كاستر. هنزل بيه على اللبن وهبدأ ان انا اقلبه تقلبتين. ادي الكاستر بتاعي بقى جاهز، اول ما سخن بدأ ان هو يتماسك، فانا رحت حطيته في الصينية وحطه في التلاجة. اول ما يجمد هنزل عليه بالجيلي اللي انا عاملاه، جيلي الفراولة. ده باكو جيلي فراولة، ده انا مشترياه من عندي بتاع البقال عادي يعني. كوباية مية وكوباية سكر، كوبايتين مية ونص كوباية سكر او كوباية سكر على حسب ما انتي بتحبيه حلو او مش يعني، او مسكره طالع على حسب. هتبدأي ان انتي تقلبيه كويس جدا جدا لغاية ما السكر يدوب تماما. ادي السكر لسه ما دابش، فهبدأ ان انا ادوبه. وبعد كده على الكاستر، ادي طبقة الكاستر بتاعي جمدت خالص ما شاء الله، هبدأ ان انا اضيفه عليها. انا ضفته يا جماعة سخن، انت استنوا لما يبرد شوية. انا ضفته سخن بس عادي يعني، ما غيرش في طريقتها حاجة. هتسيبيه 4 ساعات لغاية ما يجمد في التلاجة، وبعد كده بألف هنا وشفا. دي اما افتكرت ان انا اصور الصينية، كان جبنا نصها، طعمها تحفة جدا. وشايفين الكيكة زي التوينكس بالظبط، خفيفة جدا وهشة، اسفنجية اصلا. بألف هنا وشفا. ممكن تستبدلوا الموز ده بفراولة، ممكن تستبدلوه بفواكه مشكلة، ممكن ما تحطوش اي فواكه خالص. كل الطرق دي اصلا هتبقى جميلة معاكم وبسيطة. شكرا جدا وكل سنة وانتم طيبين.